أهلاً أهلاً، كيف حالكم؟ اليوم راح ندردش مع بعض، فحضروا الشاي أو القهوة وخلينا ندردش. تمام، اليوم راح نحكي عن أهمية اللغة. وتعلم اللغات. فاللغة هي مفتاح العالم. عن جد اللغة مفتاح العالم. عن طريق اللغة ممكن نتواصل ونتفاهم مع الناس. واللغة عن طريق اللغة ممكن نبني علاقات شخصية وعلاقات مهنية. فطبعا في عدة أسباب لتعلم لغة، ورح نحكي عن هاي الأسباب بهذا الفيديو مع بعض. فأول إشي، اللغة تعطينا إمكانية التواصل، أو اللغة بتخلينا نقدر نتواصل. مع ثقافات مختلفة. عم بعطيكم كتير كلمات يمكن أصعب اليوم، كلمات صعبة، بس معلش كلمات منيحة. اللغة بتخلينا نقدر نتواصل مع ثقافات مختلفة، وبحس إنه اللغة بتزود فرص التواصل. بتزود فرص التواصل. فرص جمع فرصة، تمام؟ وبتزود فرص التعاون مع الناس، وبتكسر الحواجز الثقافية. صح؟ فتاني إشي، اللغة بتوسع الآفاق الشخصية والمهنية. فاللغة ممكن تحسن قدرات التفكير. التفكير والتركيز والذاكرة. الذاكرة ممكن نقول الذاكرة كمان. وبحس اللغة بتبني الثقة بالنفس. أو بتساعد على بناء الثقة بالنفس. بتساعد بهذا الإشي. وبالنسبة للأفق المهني اللي بيحكي لغة زيادة، أو بيحكي لغة إضافية، أو بيحكي لغة تانية أو ثالثة أو عدة لغات، هذا الإشي أكيد بيساعدنا، أو بيساعد هذا الشخص على إنه يلاقي عمل أو وظيفة أو شغل. كل هاي الكلمات، وظيفة، شغل، عمل، نفس الشيء، تمام؟ فاللي بيحكي لغة أكيد الإشي هذا بيساعده على إنه يلاقي شغل، صح؟ وشو كمان؟ ثالث سبب لتعلم اللغة، اللغة بتساعد أو بتقوي الصلة مع الناس. بتعزز، ممكن نقول، التفاعل. وكتير مرات إحنا لما بنفهم لغة الآخرين بنستمتع بثقافتهم، بنستمتع بأكلهم، بنستمتع بالموسيقى عندهم، بأفلامهم. فلما نسافر على هاي البلد التجربة كتير بتصير أحلى. مثلا أنا بسنة 2019 رحت على إسبانيا، بس بهذاك الوقت ما كنت أحكي إسباني، ما كنت بعرف إسباني. انبسطت، استمتعت بالرحلة. بس السنة الماضية، سنة 2022، رجعت على إسبانيا وكنت بحكي إسباني، تعلمت إسباني مستوى متوسط، مش بطلاقة، ما كنت أحكي بطلاقة، بس بقدر أحكي. كان عندي مستوى متوسط من الإسباني، وقدرت أتواصل مع الناس بطريقة مميزة أكثر. التجربة كانت كتير أحلى بصراحة لما كنت أحكي إسباني، لأنه بس حكيت بالإسباني ما حكيت بالإنجليزي. فكليا تجربة مختلفة لما إحنا بنقدر نحكي مع الناس بلغتهم الأصلية، بلغتهم هم، مش بالإنجليزي. واحكولي بالتعليقات هل أنتوا بتشعروا نفس الإشي، بتشعروا بهذا الإشي
لما بتسافروا بتحسوا انه احلى لما بتقدروا تحكوا مع الناس بلغتهم؟ احكوا لي. بالنسبة إلي الإشي هذا كتير حلو، التجربة يعني بتتحسن بكتير وبتصير ممتعة كتير أكتر بصراحة. ف يعني زي ما أنتوا شايفين اللغة بتساعد، يعني بتساعد بكتير أشياء صح؟ وأكيد أنتوا بتعرفوا الحكي هذا already، يعني هلأ بتعرفوا هذا الحكي لأنكم عم تتعلموا عربي صح؟ عم تتعلموا عربي، وكل واحد عنده سبب معين لتعلم العربي. ناس بتعلموا للشغل، ناس بتعلموا لأزواجهم الزوجة أو الزوج، ناس بتعلموا لأنهم سافروا على الشرق الأوسط وحبوا الثقافة وصار بدهم يتعلموا. ففي عدة أسباب للتعلم، فاحكوا لي أنتوا ليش عم تتعلموا عربي، احكوا لي بالتعليقات، وكمان احكوا لي إذا في أي اقتراحات للفيديوهات الجاية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وبهذا الفيديو، واحكوا لي إذا بتوافقوا على اللي عم بحكيه بالتعليقات. يلا بشوفكم الفيديو الجاي، see you next video.